وناخد حته من جسمك قد كده نتاجر بشرفنا نتاجر بلحمنا. تعال خد كلمه المثال فني. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حلفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجري، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده؟ جريمه من الجرائم اللي ما كناش نسمع عنها ابدا من 50 سنة لورا، يمكن لا في الخمسينات ولا في الستينات ولا في السبعينات ولا في الثمانينات ممكن ولا في التسعينات. مين يقول يا جماعه ان احنا كنا بنسمع عن حد يبيع حته من جسمه؟ مين كان يتوقع ان حد يقول لك تعال خد كليه ب 100000 جنيه، تعال خد فص من الكبد ب 300000 جنيه؟ من امتى كنا بنعمل كده؟ لكن للاسف في الايام دي ظهرت تشكيلات عصبيه للاتجار في الاعضاء البشريه. بنشوفهم بيخطفوا اطفال وبيخطفوا شباب وبيخطفوا بنات عن طريق ان هم بيخدرون في تاكسيات او في عربيات اوبرا او خلافه، وياخدوهم ويفاجئ البنت او الولد ان السرقه العضو عنده سواء كان كبد ولا فص كبد ولا ولا ولا. وانتشرت المواضيع دي جدا، وكان كل طفل يتخطف يقول لك ده سرقه اعضاء. ايه اللي حصل في محافظه القاهره؟ تخيلوا الاعلانات بتنزل فين؟ على الفيسبوك. يا جماعه في واحد عاوز فصيل الدم كذا، عايز كليه تكون بالمواصفات كذا، بقت عامله زي الفساتين، بقت عامله زي البنطلونات، بنعلن عن احتياجاتنا للكلى وللكبد على صفحات الفيسبوك، صفحات متخصصه. عايزين متبرع لفصيل الدم كذا للتبرع بالكلى، ايه ده؟ ايه ده؟ محتاجين متبرع بفص كبد، ايه ده؟ محتاجين التبرع بنخاع، ايه ده؟ محتاجين التبرع بكرمية، ايه اللي بنسمعه؟ تعال نشوف التشكيل ده اللي مكون من سيدة عندها 45 سنة اسمها توفيقة وثلاث شباب معها. توفيقة دي بتعمل ايه بقى؟ معاها 3-4 موبايلات وثلاث اربع شرايح تليفونات، ومعاها دفتر ايصالات امانة على بياض، ومعاها 3 شباب عاطلين بيساعدوها في ادارة هذا التشكيل العصابي. بتنزل على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك مطلوب تبرع بكلى، هياخد 100000 جنيه، وكاتبه رقم التليفون. الناس للاسف، وانا فوجئت ان في ناس كتير قوي بيتصلوا بالست، بتيجي الست محدده لهم ميعاد وتاخدهم عند احسن مستشفى في القاهره محددها بالاسم بالاتفاق مع الاطباء اللي هناك، بيجي واخدين هذا الشخص. وللاسف في سيدات كمان بياخدوهم بيروحوا يعملهم التحاليل ويشوفوا مدى موائمة الكلى مع المريض، اذا توافقت معاه بيتفقوا معاه اللي هو الشخص اللي محتاج الكلى، هتدفع 100000 جنيه وهنجيب لك كلى مناسبه لجسمك. الشخص ده طبعا ده في حاجه للكلى لان بترحمه من الغسيل سواء 3 مرات او مرتين في الاسبوع، بيجي دافع ال 100000 جنيه للست اللي هي الوسيطه دي. الست بتدي بقى للشخص اللي بيتبرع، الشخص اللي بيدي كليته بتدي له كام؟ 20000 جنيه بس، وتاخد هي ال 80000 جنيه هي والثلاثه اللي معاه. ليه؟ بتقول له انا بحجز لك في المستشفى وبعمل لك التحاليل، بحجز لك على حسابي وبعمل لك التحاليل على حسابي، وبتدخل غرفه العمليات على حسابي، والطبيب اللي بيعمل لك العمليات على حسابي، كل حاجه على حسابي، فانت نصيبك 20000 وكده مالكش حاجه عندي، وبتمضيه كمان على ايصالات امانه عشان ما يشتكيش بعد كده. يعني الشخص اللي بيتبرع بالكلى ممكن ياخد الفلوس ويروح يشتكيها ويقول لك نصبوا عليا وخد الكلى، ده بيمضوها على ايصال امانه على بياض عشان ما يقدرش يشتكيه. الشرطه مجرد ما صفحات وزاره الداخليه اتبعت المنشورات اللي بتنزل على الفيسبوك وابتدوا يتبعوها، قدروا يتوصلوا للست ويتوصلوا للثلاث شباب اللي معاها. بالقبض عليها وجد معاها 3 تليفونات محموله واربع شرايح وايصالات امانه ممضيه على بياض، وارقام 26 ضحيه منهم سيدات تم التبرع باجزاء من اجسادهم. الستات في التحيات قالوا ايه بقى؟ قالوا طب نعمل ايه؟ نتاجر بشرفنا؟ نتاجر بلحمنا؟ نتاجر بعرضنا؟ لا، ما دام الانسان يقدر يعيش من غير كلى غير بكليه واحده مفيش مشكله، انا باخد ال 20000 جنيه بفك زنجه. 20000 جنيه بتفك زنجه ازاي؟ هي ال 20000 جنيه بتجيب ايه؟ لكن عند الفقير مبلغ وثروه للاسف.
الستات برروا ان هم تبرعوا بالكلى، واللي تبرعت بقرنيه، واللي تبرعت بالنخاع عظمي، واللي تبرعت بفص من الكبد، كلهم قالوا الحوجه والعوزه وشرفي وعرضي انا ما فرطش فيه. انت فرطت بجسمك صحيح، ما نقدرش نقول عرض وشرف، انت ست شريفه وعفيفه وقدرت ان انت يعني تحافظي على نفسك، لكن انت جسمك مش ملكك. اللي يقول ان جسم الانسان ملكه، الجسم ده ملك لخلقه، ما ينفعش تقول ان الجسم ده بتاعي، جسم ده ملك لله. يعني صحيح العوزة وحشة والفقر وحش، وقالوها لو كان الفقر رجل لقتلته، لكن تتبرع بكلية. خلي بالك الانسان، ربنا خلق الانسان بكليتين. صحيح الانسان ممكن يعيش بكلية واحدة، لكن بالظبط زي ما بتضغط عليها اجهاد ومجهود غير عادية، هيجي عليها وقت وتتعب، وتحتاج انت نهرها تخسر وتحتاج كلى، فانت بتدمر نفسك عشان خاطر ايه؟ وللاسف حتى الانسان اللي بياخد الكلى اخر ما بتعيش معاه، بتعيش معاه غير 5 سنين، ويحتاج زرع كلى تاني او يحتاج انه يغسل تاني. يعني اللي بياخد كلى مش بيعيش بقى طول العمر، ده اقصى حاجه 5 سنين، ده لو حافظ عليه. جسم الانسان كنز لا يعوض. للاسف ووجدوا مع الست 132,000 جنيه كانت معاهم، من ضمن الناس اللي كانت يعني فلوس كانت مخلياها زي ما بتقول للتحاليل واجره الاطباء والاشاعات والاختبارات اللي بتتم على مدى توافق الانسجه المتبرع للمتبرع ليه. طبعا يعني قضيه ما كناش نسمع عنها، وخاصه كمان ان في اطفال كتير قوي كانت على قائمه الانتظار، وكانوا بياخدوا الاطفال من تحت الكباري، ومن للاسف اولاد الشوارع كانوا بياخدوهم بيضحكوا عليهم، هنديكم 5,000 هنديكم 10,000 وناخد حته من جسمك قد كده، واحيانا ما كانش بيستاذنوه كمان، كان بيقول هنكشف لك الاول والدكتور لما يقول ان انت تنفع نبقى نديلك الفلوس، وكانوا بيضحكوا على الطفل من دور وياخدوا كليته لواحده عايزه لابنها كليه او غيره. حاجات يعني والله الجرائم دي يا جماعه يمكن اصعب من القتل، يمكن اصعب من الاغتصاب، لان الانسان اللي بتوصل بيه العوزه ان يبيع كليته او يبيع فص من كبده، ده واحد بيضحي بحياته كلها، بيضحي بحياته كلها، ويا ريت حتى التضحيه دي مقبوله، لان جسمك مش ملكك. للاسف ال 26 واحد اللي تم الشرطه توصلت ليهم، واللي كانوا فعلا ما بين عملوا عمليات وما بين الناس بيجروا اختبارات، كلهم اشتركوا في حاجة واحدة بس، ان هم محتاجين الفلوس، اللي محتاجها علشان يفتح محل، واللي محتاجها عشان يجهز بنته، واللي محتاجها عشان يعالج نفسه. تخيلوا واحد مريض او ابوه مريض او امه مريضة، بيبيع كليته عشان يصرف على ابوها وامه. صحيح الشكل العام جمالي ومثالي جدا، شاب يتبرع بكليته عشان يعالج ابوه وامه، شيء جميل، بس انت بتتبرع بشيء انت لا تملكه. وبعدين ما تقدرش تقول تبرع، ده هو اسمه بيع. صحيح انت بتروح الشهر العقاري وبتوثق تبرعك برضاك، لكن هو مش تبرع. التبرع اللي الدولة قالت عليه ان هو يكون بلا مقابل، لكن اللي انت بتعمله انت بتاخد مقابل، ويا ريت مقابل. حتى انت بتبيع كلية تمنها لو يقدر بثمن، ما بتاخدش غير 20,000 جنيه بس. الوسيط اللي بينك وبين الشخص اللي هياخد الكلى او تعمل له الكلى، يتركب له الكلى او تعمل له عمليه زرع كلى، بياخد 80,000 جنيه. يعني انت صاحب الشيء، صاحب الكليه، ما بتاخدش غير 20,000 بس، والوسيط بياخد 80,000، يعني ياخد قديك 4 مرات. لكن العوزه اللي امه تعبان، اللي ابوه تعبان، اللي ابنه تعبان، يقول لك خدوا حته من جسمي. ما هو الفقر ده بيخلي الانسان احيانا بيعمل اللا معقول. يعني حد يقول لي، كنا بنسمع عن الكلام ده في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، كنا نسمع عن الكلام ده، ان واحد يتخطف عشان يسرق اعضاء، او ان شاب يبيع كليته او يبيع فص من الكبد، ما كناش بنسمع عن الكلام ده خالص. للاسف يمكن تجاره الاعضاء دي بدات في دول اوروبا، وللاسف انتقلت عندنا هنا بالعلم. ما اعرفش ايه اللي دخل العلم في حاجه زي كده، لكن طلع الطبيب من دول بيسافر الخارج بياخد الماجستير والدكتوراه ويبقى عالم كبير في زراعه الاعضاء، ويجي هنا همه كله يقول لك انا ما بضغطش على حد، انا الحاله اللي بتجي لي محتاجه زرع كلى، هو بيجيب لي واحد بيقول لي الشخص ده موافق، بسال الشخص انت موافق؟ بيقول انا موافق. انا ماليش دعوه بقى دفع له فلوس ما دفعليش فلوس. ايوه بس انت مشترك في تجاره الاعضاء. وللاسف كان في مجموعه كبيره من اساتذه جامعه القاهره تم القبض عليهم في مستشفى شهير، كانوا متخصصين في تجاره الاعضاء. هو من وجهه نظرهم يقول لك ايه؟ احنا بيجي لنا المريض بيقول لك، بنقول له انت محتاج زرع كلى، هات لنا واحد، يروح يجيب واحد، يجيب اثنين، يجيب ثلاثه، يعمل لهم الاختبارات، ده مش دورنا. احنا دورنا بنعمل عمليه زرع الكلى، بناخد الكلى من الشخص السليم بنحطها في الشخص المصاب وبناخد اجرتنا. حته ده يا رب هي تجاره اعضاء، وهم الدكاتره واساتذه الجامعه عارفين ان دي تجاره اعضاء.
بس زي الطبيب اللي بيعمل عمليات الترقيه يقول لك انا بنقص حياه بنت اهلها ممكن يموتوها، بيضحك على نفسه. للاسف انتشرت المواضيع دي جدا، بيع الاعضاء وسرقه الاعضاء، وشفنا جرائم كتيره جدا اخرها الطفله المسكينه اللي تم ابن عمها خدها وسرق كليتها. انا ما اعرفش، المفروض ان قبل ما بناخد الكليه بنعمل تحاليل وتوافق انسجه ونشوفها تصلح او ما تصلحش للمتبرع، لكن احنا دلوقتي نقول لك ناخدها ونتبرع بها لاي حد. هي ايه؟ هي كوره يا جماعه. للاسف تجاره الاعضاء بقت تجاره رائجه على مستوى العالم كله، لكن مصر دوله اسلاميه، شعب متدين بطبعه، عارف ان جسمه مش ملك وملك ربنا، فلازم يا جماعه نعرف ان احنا ما ينفعش نتاجر بحاجه هي مش ملكنا. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.